السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لك النهاردة معلومة بسيطة لكن مهمة جدا وخطيرة. هقول لك عن أخطر 5 أنواع من الحقن ممنوع تاخدهم في أي صيدلية أو في أي مستشفى إلا بعد ما تعمل اختبار حساسية للحقن دي. أول حقن الألفا كيمو تريبسين، ودي حقن مضادة للالتهاب والتورم. تاني حقن البنسلين طويل المفعول. تالت حاجة حقن السيفاجين، ودي خافضة للحرارة وبتعالج نزلات البرد. رابع حاجة حقن النوفالجين، ودي خافضة برضو للحرارة ومسكنة. خامس حاجة حقن أو أمبولات التيتانوس أو مضادات التيتانوس. لو أي مريض خد أي حقنة من الحقن دي بدون ما يتعمل له اختبار حساسية ممكن يحصل له مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة. علشان كده ممنوع تاخد أي حقن من الحقن الخمسة اللي أنا قلت لك عليها دي في أي صيدلية أو في مستشفى بدون ما يتعمل لها اختبار حساسية.